وقاهرة الطرق، جريئة طليقة، سباقة سبوقة، في الرياضة مصيبها الأوفى، وفي المنافسة ليس لها أكفى، آمنة مريحة، أنيقة فسيحة، متعة السائق ومزاج الرائق، تدخل السرور وتسعد الجمهور. فيا أيها الحضور، رحبوا معي أجمل ترحيب، مكللا بالزهر ومعطرا بالطيب، لصاحب الحوار وصائغ الأفكار ومهندس الابتكار، الرئيس الأنيس وخير جليس، الفاضل الكريم والأستاذ العليم كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان وضيفي مجموعة سهيل بهوان على أرض عمان المعطاء بمعية أهلها الأوفياء، وشكرا لكم على حضوركم الذي منحنا فرصة اللقاء بكم أيها الأكارم الأعزاء، أصحاب السعادة الوكلاء والضيوف الأجلاء والحضور النبلاء، والسلام ختام. والآن يسرني أن أدعو الرئيس كارلوس غصن لمحادثتكم والتحاور معكم، فليتفضل مشكوراً.